عقدت فعاليات مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة عقدت مؤتمرا صحفيا يهدف إلى توحيد جهود أبناء المخيم وصولا لإلغاء قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالأونروا إغلاق مدارسها بحجة الاعتداء عليها من قبل مجهولين، مؤكدين رفضهم المساس بأي من المؤسسات التعليمية. تداعت فعاليات فلسطينية في مخيم شعفاط وسط مدينة القدس ضد قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بإغلاق مدارس المخيم التابعة لها، معتبرين هذه الخطوة تأتي مكملة لسياسة الاحتلال التي تستهدف المدينة المقدسة بمختلف مناطقها ومواطنيها. هذا الاجتماع من أجل بحث تداعيات قيام وكالة الغوث بإغلاق المدارس في مخيم شعفاط. نحن نعتقد أن هناك استهداف سياسي، الاحتلال يحاول تقليص خدمات وكالة الغوث مقابل إحلال بعض المدارس التي بتدرس المنهاج الإسرائيلي ضمن منهاج زتولة مبرمج من أجل أسرلة وتهويد التعليم في مدينة القدس. الفعاليات الفلسطينية أكدت رفضها لكل التصرفات الفردية التي أدت لاتخاذ خطوة إغلاق المدارس من قبل الأونروا، ومن ضمنها تكسير مرافق المؤسسات التعليمية في المخيم، لكنها أكدت رفضها للخطوة التي اعتبرتها تأتي في ظل سياسة الاحتلال التي تستهدف تمرير منهاجه التعليمي ليحل مكان المنهاج الفلسطيني الذي يدرس في هذه المدارس. بالآونة الأخيرة اعتداءات على المؤسسات التعليمية في المخيم، ويوم يوم بتكرر، ويوم يوم في تكسير وتخريب. بتمنى أن وكالة الغوث تشكل عناصر حماية هذه المؤسسات بطريقة رسمية، ويكون في عليهم رقابة دائمة على أساس كل واحد يلتزم في العمل تبعه ويكون موجود في هذه المؤسسات التعليمية. ومن طالب كل فعالياتنا ووزارة القدس وكل المؤسسات أن تقوم بدورها في حماية هذا المكان في ظل الفوضى العارمة اللي مبرمج إليها إسرائيليا، واللي بتقوم فيها إسرائيل بمنهاج بشكل ممنهج ومبرمج من أجل القضاء على قضية اللاجئين وقضية القدس، وهي تريد أن تفرغ المخيم أيضا من الفلسطينيين ومن المقدسيين، وتريد أيضا أن تفرغ كل ما هو متعلق بقضية اللاجئين. هناك حملة غير مسبوقة، هناك اعتداء، هناك واقع صعب، هناك تسرب للمدارس، هناك مدارس تفتح دون رقابة. يرى الفلسطينيون بأن كل ما يحدث للمقدسيين في مخيم شعفاط يأتي من ضمن سياسة الاحتلال وضغوطاته على الأونروا، بالإضافة لسياسة الولايات المتحدة بتقليص دعمها المالي للمنظمة الأممية ضمن خطة تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة. من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، حافظ أبو صبرا، رؤيا.